شوية ماشي نقلبهم في بعض كده. نحط شوية فابريكا كده وشوية من الكزبرة. طبعا النشا دي تعالوا كده الطاسة دي الطاسة اللي في الفرن يلا كده بس انا واحدة من دي من الفرن شوية ملح كده جربي الخلطة دي هتعجبك اوي. وكتر شوية نشا كمان عشان تنشف معانا شوية. شوية ماء في البولة انا كده بديت اطبقها. انزل برضو بالماء كده حط كده في الصينية. بس يلا عشان الزيت ليه ده حط حطي طبق بقى وحطي فيه ورق عنب. نحط في الطبق ده كده بقى ايه اللي هنطلعه. دي التشكيلة دي هتعجبكوا قوي. هنزل برضو بقى كده تاني ايه قبلها كده تديكي قرمشة بقى جميل.
تستغربين طبعا انتوا تصدر الفراخ كده ان انا بعملها كده، بس جربيها بطريقة هتعجبك اوي. حط في الطاسة لا ده هتحطي لما تقدر. لسه طب ما انا بقولك استنى طلعي كل ما تقدر. حلو الزيت قوي يديكي تشكيلة جميلة. حط شوية شطة بقى كده حامين عشان في جزء بيحب الحامي وجزء بيحب الحاجة. عملنا جزء كده وهحط شوية شطة كده تاني. مر للحاجة الأول ده أما خلاص يبقى يا أعمل لك عيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شوفي كم قطعة عندك يا بابا. ولا ايه؟ خمس قطع ختتين الكبار للحاج. ماشي الحاجة أجري عندك ختتين كبار كمان حلوين زي ما كده. ابتدي اوضعوا يجيبوا دكة من الهوبر صح؟ ماشي. ما خدت سماعه اعملها كوبايه قهوه. ام قولي لك اخدت سماعه ولا بعملها. شوفي في الأخضر بقى كم قطعة كده. لا خلاص كده بقى كفاية كفاية؟ يعني شوفي ده بقى حطه في الثلاجة. نعمل هو بكرة نعمل أي حاجة تاني جنب الفاني بقى. هذه السكينة يا أخي. شايفة البنات؟ البنات يا حبايبي الخلطة دي جميلة.
وانت يعني اللهم صل على سيدنا محمد. تعمل بيتك زي بتاع المحلات بالظبط، قرمشه واخده طبقتين وجميل، ومنه بانيه ومنه تشكيل زي ما انت عارف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلب ام اشرف، داخل مصر خارج مصر، عملنا معاكم المحشي اهو مشكل، وعملنا سبانخ اهي، وعملنا البانيه زي ما انا قلت لكم ووريتكم الطريقه. شايفه جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طبقتين واخدهم بانيه، يعني الخلطه زي ما انا اوريكم جميله بالف هنا وشفا للي ياكل. تشكلي لاولادك زي ما انت عايزه، ولا تجيبي من بره ولا تكلفي ولا تجيبي مجمد ولا حاجه. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زرار الجرس، وكل جديد هيجيلكم من قناه ام اشرف للاكلات. حبايب قلب ام اشرف واحلى متابعين ام اشرف داخل مصر وخارج مصر، تنسوناش في اللايك.